الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في رحلة جديدة من رحلاتنا علشان نطمن على بعض في طمننا عليك. النهاردة هنتكلم على مشكلة تقريبا نطت من الباب والشباك. أوعى قصدك تكون عن الألعاب الإلكترونية، هو ده الكلام فعلا، حاجة نطت علينا من الباب والشباك، قفلت علينا دايرة من الدوائر، بقى كل واحد في حتة. كل واحد مننا النهاردة بقى قاعد حاطط السماعة في ودنه، بقى قاعد قدام الايباد او الموبايل بتاعه، عاش في عالم تاني، عالم غريب، عالم زي اللي بنشتكي منه او كل البيوت دلوقتي بتشتكي منه، عالم ببجي. جيت على الجرح، فعلا جيت على الجرح. ببجي وما ادراك ما ببجي، وغيره وغيره، العائلات المتفرعة. ويمكن قبل كده لو تفتكروا أنا كنت مكلمكم عن الحوت الأزرق. ببجي دي بقى الحوت الأسود، الأسود ومنيل بستين نيلة، واسمحوا لي أقول كده، عفريت العلبة اللي نط علينا من العلبة، اللي نط علينا من الموبايل، اللي نط علينا من الأيباد، ونط على دماغنا، ونط على دماغ أولادنا، ونط على أفكارنا، ونط على بيوتنا، ونط لدرجة إن أنا بقت قاعد وماما وبابا بيندهوا عليا وانا في عالم تاني خالص. يا جيت على الجرح، هو ده الجرح اللي لازم نفتحه، قصة الالعاب الالكترونية اللي خدتنا وسافرت بينا بعيد قوي، سافرت بينا في محطة كل واحد بقى عايش في عالم لوحده. ما يمكن عالم خير؟ لا، تعالى نعرف ونفسر ونفكر ونكرر، هو عالم الألعاب الإلكترونية ده بقى عالم خير؟ سامي واحد بيقول لي بس بقى ده حاجة واقعة. تقدر تغير واقعك، مفيش حاجة ما تقدرش تغيرها ما دام انت عايش وبتتنفس وقرارك بنفسك. لو قرارك بنفسك، خلي بالك ان اللعبة دي اول مشكلة قرارك ما بيبقاش في نفسك، لازم تفضل تلعب علشان ما تقعش او علشان ما نسمعش حاسب ده انا هتقتل. ده تتقتل ايه يا كابتن؟ وهي كلها عملية افتراضية، لكن انت دخلت بكل اعضائك وبكل اعصابك وبكل حاجة. اذا دخلت رقم واحد، قرارك ما بقتش نفسك، بتخش ما بتعرفش تطلع. نمرة اتنين، ان انت بقى عندك حاجة اسمها التآزر او التوافق العضلي العصبي، ان انت طول ما انت قاعد عمال يمين في شمال تعمل ايدك كده، الحاجات الارتدادية دي او الانعكاسية من اهم المشاكل اللي بتعمل حاجات كتيرة. اول حاجة منها اسمع وسجل، ان هي بتصدر لينا من الويفز اللي احنا بنمسكه بايدينا، والحركات دي بتصدر لينا الاوفر الكتريك شوك، الصدمة الكهربائية او الكهرباء الزيادة ببساطة كده، بتصدرها لينا من كتر ما احنا مسكين الموبايلات بتجينا الاشارات، ومن كتر ما احنا حاطين، ودي بتدي كهرباء مباشرة للجسم على طول. وطبعا ما بقاش غريب النهاردة ان احنا بنسجل لما بيكون حاطط اللعبة ومشغل وحاطط الكابل بتاع الكهرباء، الكهرباء بتدخل على دماغك او على جسمك مباشرة. والنهاردة بقى عندنا في ألم بسيط كده موجود مع كل الناس، لما بتحطه وانت حاطط الكابل وماسك حكاية، جسمك بينور. الحقيقة جسمك بقى فيه 220 فولت، يعني ممكن ناخد من حضرتك كده ونولع لمبة ونشتغل بيها زي الفل. ده حقيقي، ده تجربة. الألم بيتباع ورخيص، وتقدر تعرف وتقدر تشتري وتقدر تقرر ان انت حضرتك بقيت منور ومنور بالجهد العالي. يا لالالي يا حلاوة. دي حقيقة. خلاص دخلت الكهرباء دي في جسمك وانت قاعد بتشحن الموبايل لمدة نص ساعة، كل دي كهرباء داخلة على الجسم بلس او زيادة، ان في الويفز اللي هي الاشارات بتاعت اللعبة داخلة على جسمك، بالإضافة إلى الإجهاد الانعكاسي في إن أنا عمال أعمل كده ومشدود أو كده وبنفعل، والحق واضرب وتعالى ورا في العبارات اللي مش عايز أكررها، العبارات اللي بتفضلوا تقولوها، واطلع وانزل، أصل هو ورايا، أصل أنا شايفه. بتدخل بكل أحاسيسك إلى هذا العالم الافتراضي الكاذب، بتخش جوه الكذبة وتصدقها غصب عنك، وما بتقدرش تطلع منها لانك ما بقتش صاحب قرار. رجعت لنا بايه حضرتك؟ رجعت لنا بمشاكل كتير، اهمها دلوقتي الموجود
ان بيحصل ارتخاء في عضلة القلب. ليه يا دكتور؟ لان حضرتك لما بتكون في موقف من المواقف اللي بتحتاج هجوم او دفاع شديد، فانت بتقول للخلايا بتقول للجسم الحقيني انا عايز طاقة علشان اقدر اهرب، الحقيني انا عايز طاقة علشان اقدر اهجم. فبتروح حضرتك بعتالك فبتقوم حاطة كمية اكتر من الدم تبدأ تندفع وتبدأ تطلع في القلب عشان القلب يدي العقل وإلى آخره. وبعدين بعديها بشوية بعد ما بتتسع أوردة القلب بترجع تضيق وتتسع وتوسق لما بيحصل فيها نوع من السيبان، نوع من الارتخاء، العضلات بترتخي. ونخش في قصة بقى، نروح للدكتور، والدكتور ساعات في الأول يقول لك مفيش حاجة ده هو شوية ارتخاء. طب ما دكتور انت بتعرفش القصة مراها ايه؟ لا والله اصل ممكن تكون بتفكر في اي حاجه. لا يا دكتور، ده دخل في المعجنه، ده دخل في قصه ومش عارف يخرج منها. ويبدا الدكتور علشان ابقى هادي يديني حاجات من اللي بتهدي ضربات القلب، بيقول لك حط الاندرال تحت لسانك شويه علشان، وتبقى في الصراع ده بتاخد حاجات عشان تهدى، وفي نفس الوقت اللعبه بتقول لك هات كميه دم اكتر علشان انا داخل على هجوم او داخل على دفاع. بيبقى العقل والقلب في حيرة غريبة قوي، اجيب ولا ما اجيبش؟ انت مديني حاجة عشان تعمل لي مهدئ، وبتطلب مني طلبات او اوردرز اخرى علشان اكون في موقف المدافع او المهاجم. الحقيقة بقينا في مشكلة كبيرة قوي، وبتلاقي معظم اللي بيلعبوا دول اولا جالهم اللي هي زي مرض برنكنسون اللي هو الشلل ده الرعاش، بدايته من كتر الاهتزاز العصبي تبدأ ايديه ترتعش، التوازن بتاعه بيختل، رجليه بتختل، بالاضافه ان هو نومه عمره ما هيكون نوم هادي وثابت اصلا، لان هو نام وجسمه مملوء بالشحنات الكهربائيه والغير كهربائيه، بقى عباره عن كتله من المشاكل نايمه، وطبعا ممكن ينام له ساعتين ثلاثه وما يقدرش يكمل بقيه اليوم. الحقيقه احنا قدام عفريت الحلبة، الحقيقة احنا قدام الشيطان الذي دخل علينا من الباب والشباك، الحقيقة احنا بقينا مع شيطان عايش معانا ومش عارفين نتخلص منه، لكن اكيد هنتخلص منه. ازاي يا دكتور؟ اولا لازم كل حد بيلعب الالعاب دي وخصوصا المشهور منها دلوقتي قبل ما يخش يعرف ان هو صاحب قرار. انا لو دخلت جوه وما قدرتش اخرج في الوقت اللي انا عايزه، اذا انا مش صاحب قرار، انا شخص سلب مني شخصيتي، سلب مني حياتي. الحكاية دي اثرت في بيوت كتير جدا، واثرت في حياة كتير جدا لاولادنا، وحتى في ناس كبار بتلعب، رجاله وستات شغالين، الله ينور، العملية شغالة. فالنهاردة كونك ان انت دخلت الحياة دي الافتراضية، ودايما افتكر كلمة الافتراضية دي يعني حياة ليس لها اساس من الصحة، حياة مش موجودة، حياة احنا عملناها لك ووجهناك فيها عشان نقتطع من وقتك ونقتطع من شغلك ونقتطع من فكرك ونقتطع من دمك ونقتطع من اعصابك ونخليك عبارة عن حاجة احنا بنمتلكها، او هي اللعبة دي او غيرها بتمتلكها، ما تقدرش تاخد قرار بنفسك. يبقى اول حاجة لو عرفت تقول قبل ما تخش، احنا هنعرف حاجة اسمها زي ما بيقولوا في السلوكيين التحصين التدريجي، ما هو مش هينفع تخرج مرة واحدة، علشان نبقى عندنا صراحة احنا مش هينفع نخرج مرة واحدة، لكن علشان تصحي العقل وتصحي معاه الخلايا هتيجي حتى قبل ما تلعب تدريجي. قول انا لو قررت العب هقرر العب ساعة واحدة او نص ساعة. طبعا احنا بنتكلم في اوقات النهاردة، مش عايز اقول بس عشان العمليه، لكن احنا بنتكلم في عدد ساعات مهول مهول، وخصوصا في الليل المفروض الناس تستقر فيه وتنام فيه والاعصاب دي تسترخي، علشان بتستقبل حاجات مخصوصه لليل علشان تؤدي في الجسم الى نوع من الاستقرار والاسترخاء، احنا بنقابلها بالشكل التاني. فانا لازم اول حاجه اخد قرار ان انا ناوي ان انا اكون عندي قرار. انا ناوي اهو، اول حاجه اول اعتراض، انا ناوي يكون عندي قرار، انا هاخد قرار بنفسي اما اخش
لو بلعب كذا من الساعات لا اقل الساعات دي علشان انا صاحب قرار. الكلام ده اقوله لعقلي، اقول له رقم واحد اللعبة دي افتراضية، عالم افتراضي، يعني دخلتني في عالم افتراضي، فانا علشان اطلع من العالم الافتراضي للعالم الواقعي يبقى انا لازم اكون صاحب قرار. خلاص. نمرة اتنين وده شيء مهم، لازم تعمل نوع من انواع التفريغ للايونات او للشحنات الكهربائية اللي داخلة على جسمك دي. ده نمرة اتنين. خلاص. هعمل تفريغ. التفريغ ده ممكن نعمله باشكال كتيرة، ممكن نجيب اسورة كنت اتكلمت عنها بتفرغ، ممكن نمشي فترة على أرض فيها تراب أو فيها رخام عشان يمتص الكهرباء، ممكن زي ما ربنا أمرنا نسجد وده بيفرغ الطاقة الموجودة في مقدمة الرأس، ممكن حاجات كتير قوي، ممكن نهدى بأمور كتير قوي ونقلل الساعات دي. طيب يا دكتور هنستبدلها ازاي؟ ممكن نستبدلها بحاجات كتير جدا. ممكن نستبدلها، احنا كان زمان بنجيب لأولادنا حاجات عشان تنمي موهبهم زي ما قلت. انا هسألك سؤال هتحطه لعقلك قبل ما تخش، هي الببجي دي بتنميك في ايه؟ بتعمل لك ايه؟ سؤال انا عايزك تسأله لنفسك، عملت لك حاجة صح؟ اديتك معلومة؟ اديتك خبرة؟ اديتك ثقة؟ اديتك اي حاجة؟ لا، ما هو عالم افتراضي يا دكتور وانت عارف. طيب خدت منها؟ اه خدت منها طبعا، خدت منها تعب، خدت منها ارهاق، خدت منها تعب، خدت منها اوفر الكتريك شوك، خدت منها ويفز كتير، خدت منها ارتعاش في الجسم، خدت منها خلايا المخ بقت عندها مشكله كبيره قوي بتعمل حاجه اسمها البرين دامج، خدت منها حاجات كتيره. تيجي النهارده نقف ونقول لنفسنا لو سمحت اقف، نخرج تدريجي من العالم الافتراضي ده علشان صحتك وعلشان مستقبلك وعلشان ولادك وعلشان بيتك اللي حصل فيه العزله، علشان مامتك وباباك اللي بيندهوا عليك وانت بقيتش سامع، علشان حاجات كتيرة قوي. ايه رأيك تعالى نرجع للحياة، لان انت فصلت نفسك من الحياة بإرادتك. فلو سمحت، مش عايز اقول بإرادتك، لا مش بإرادتك، انت فصلت نفسك الحياة غصب عنك بعد ما تغمت عينيك وتغمت ودانك ودخلت في دياهب العالم الافتراضي. تعالى نرجع تاني، قل لعقلك لا انا ما ينفعش اكون تابع لاي حد يعمل فيا زي ما عملنا في لعبة الحوت الأزرق، في ناس كتير انتحرت وزي حاجات كتير جدا جدا دخلت علينا. هنطرد الشيطان ده من بيتنا، هنقوله لا، هنقف نعمل اجتماع لينا نشوف مواهب تانية، نقلل الساعات دي ونطلع الكهرباء دي بره أجسامنا بأشكال كتير زي ما قلت، وهندور على حاجات تانية نخرج. ذاكروا وفكروا وقرروا وقولوا لي المرة الجاية احنا طلعنا من اللعبة ازاي، وكل واحد عنده خبرة طلع بيها يقول لنا علشان نقولها لناس تانية وكلنا نتعلم. ولغاية لما اشوفكم وهنيكم بان انتوا عندكم قدرة القرار، اسيبكم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم.